بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق متابعين قناه الاعلام الكبير استاذ عبد الناصر زيدان وقناه كره بلدنا، تحيه طيبه وبعض. طبعا الزمالك عنده مواجهه مهمه جدا يوم الثلاثاء امام فريق بيراميدز، وبيراميدز طبعا من الفرق المنافسه على الدوري، بيتساوى مع الزمالك في نفس عدد النقاط، كل فريق ليه 60 بونت، لكن الزمالك ليه الافضليه لانه عدد اهدافه اكتر، فهو متصدر مسابقه الدوري وبيراميدز بيحتل المركز الثاني. الحقيقه مستر جروس امس في تدريبات الفريق واضح انه عنده حيره في نص الملعب، يعني جرب اربعه رباعي معين لعبوا جنب بعض، جرب طارق حامد، محمود عبد العزيز، اوباما، احمد سيد زيزو، وبعد كده رجع وغير، طلع محمود عبد العزيز ونزل محمد ابراهيم، بقى طارق حامد، محمد ابراهيم، اوباما، احمد سيد زيزو. طبعا احمد سيد زيزو هيكون هيجربه ناحيه اليمين، هيساعد مع حمد النقاز اللي هيعود للتشكيل الاساسي، وهنتكلم على اللعيبه اللي هتعود للتشكيل الاساسي. فمن الواضح ان مستر جروس لحد دلوقتي ما حطش ايده على نص الملعب اللي هيشارك في مباراه بيراميدز، لان برده من الواضح ان مستر جروس شايف ان قوه فريق بيراميدز تتمثل في وسط الملعب، فعاوز يدفع بعناصر تقدر تحد من خطورتهم وتتفوق عليهم. طبعا احنا عارفين ان نص ملعب بيراميدز بيضم لعيبه مميزه زي عبد الله السعيد والبرازيلي كينو، ودول طبعا لعيبه عندهم امكانيات عاليه ومهاره كبيره وبيصنعوا اغلبيه اهداف فريق بيراميدز. فمستر جروس بيدرس ان هو يختار رباعي قوي في نص الملعب يقدر يحد من خطوره اللعيبه دي ويتفوق عليهم. عندنا المباراه هتشهد عوده محمود حمدي الودنش والنقاص، الثنائي غاب عن مباراه الاسماعيلي بسبب الايقاف. عندنا برده مباراه هتشهد عوده كهربا، كهربا كان غاب بسبب اصابته بشد خفيف لكن تعافى وشارك بصوره كويسه جدا في التدريبات وظهر بمستوى طيب. عفوا، وفي الغالب هيكون موجود ان شاء الله في التشكيل الاساسي للفريق. طبعا عندنا خالد بوطيب بيغيب عن هجوم الفريق لانه مصاب في الركبه وهياخد فتره، يعني هيغيب حوالي شهر، فهيدفع مستر جروس بعمر السعيد. الحقيقه عمر السعيد ادى بصوره كويسه جدا جدا في مباراه الاسماعيلي الاخيره ونجح في احراز هدف وصنع الهدف الثاني اللي سجله اوباما. عندنا برده جنش متالق بصوره كبيره جدا في التدريبات الحقيقه يعني، وبرده في المباريات، وانا شايف ان جنش هيكون عنصر هام جدا في مباراه بيراميدز، لان طبعا احنا لعبنا المباراه اللي فاتت في الدور الاول اللي انتهت بالتعادل الايجابي 3-3 بعماد السيد، وعماد ما كانش موفق بصوره كبيره، لكن جنش في الفتره الاخيره مستواه عالي جدا، وانا شايف انه هيفرق مع الزمالك في مباراه بيراميدز، لان طبعا بيراميدز اخر مباراه ليه كانت امام الاهلي، الاهلي تفوق عليه بصوره كبيره الحقيقه واهدر فرص محققه، لكن تالق احمد الشناوي اللي نجح في التصدي الاكثر من فرصه خطره، خاصه الفرص اللي خاصه بالانجولي جيراردو ووليد ازارو، ساهمت ان فريق بيراميدز خد الثلاثة بونت. طبعا محمد الشناوي حارس الاهلي مستواه متذبذب، ما قدمش اي مستوى في المباراه دي، وانا طبعا شايف ان هو برده يتحمل الهدف اللي دخل مرماه بصوره كبيره. فالاهلي لو كان مع حارس متميز اعتقد ما كانش خسر المباراه، فانا شايف ان الزمالك مع حارس متميز وحارس كبير محمود جنش، وشايف ان شاء الله هيكون له دور كبير جدا في المباراه، والزمالك هيفوز ان شاء الله بالمباراه وياخد 3 بونت وينفرد بالصداره بقى، ما يكونش حد ايه متساوي معاه. طبعا فوز الزمالك على بيراميدز ده هيساهم بصوره كبيره جدا في الفوز بالدوري، لان بيراميدز من الفرق المنافسه والفرق القويه، فطبعا الزمالك لما يتفوق عليه وياخد الثلاثه بونت هيبقى كده يعني نجح انه يبعد منافس قوي بينافس معه على البطوله، ويبقى فاضل مباراه الاهلي وكم مباراه كده مع دجله والجونه يعني ومباريات اخرى. لا طبعا كلها يعني طبعا مباراه الاهلي دي مباراه قويه زي مباراه بيراميدز، ان شاء الله طبعا الزمالك يكون تفوق في بقيه المباريات، ولما يجي وقت مباراه الاهلي ان شاء الله برضو الزمالك يسعد جماهيره ويحقق المكسب فيها. عندنا الزمالك بصوره شفويه كده طلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، مباراة الإنتاج الحربي هتقام يوم 1 مايو في الأسبوع 31 من الدوري، الزمالك طلب تأجيلها. طب طلب تأجيلها ليه؟ لأن الفريق عنده مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من البطولة الكونفدرالية يوم 28، وعنده مباراة العودة هتكون خارج مصر يوم 5 مايو. طبعًا الزمالك هيقابل الفريق الفايز من النجم الساحلي أو الهلال السوداني، والمباراة الأولى اتلعبت في تونس وانتهت 3-1 للنجم الساحلي. المباراة الثانية هتتلعب هنا في مصر يوم الاثنين بعد بكره عشان الاحداث السياسية اللي موجودة في السودان. طبعا بنسبة كبيرة هيكون الفائز النجم الساحلي لانه طبعا بيمر بمرحلة فنية عالية جدا، فاز بالبطولة العربية. انا اتفرجت على المباراة في الاعادة يعني، لان هي كانت في وقت مباراة الزمالك والاسماعيلي.
فرقه قويه جدا، خطوطها جامده جدا، عندها حارس متميز، ففي الارجح هتتفوق على الهلال السوداني وممكن تكون هي طرف مباراه الدور قبل النهائي. المهم الزمالك طلب ياجل مباراه الانتاج الحربي، لكن اتحاد الكوره بصوره شفويه برضه رفض وقال المباراه هتبقى في موعدها مفيش تاجيل. فطبعا كده الزمالك هيلاعب الطرف اللي هيقابله يعني في مباراه الدور قبل النهائي يوم 28 في ملعب برج العرب بحضور جماهير، وان شاء الله يكون جماهير كتيره يعني، وبعد كده هيلعب الانتاج الحربي، وبعد كده هيسافر سواء بقى لتونس او يجي الهلال هنا يلعبه في مصر. زي ما قلنا مفيش مباراه دلوقتي في السودان بسبب الاحداث السياسيه في مباراه العوده اللي هتقام يوم 5 مايو. طبعا بنتمنى فوز الزمالك ان شاء الله والتاهل للدور النهائي من البطوله الكونفدراليه والفوز كمان بالبطوله. طبعا الزمالك عنده مواجهه مهمه جدا يوم الثلاثاء امام فريق بيراميدز، وبيراميدز طبعا من الفرق المنافسه على الدوري، بيتساوى مع الزمالك في نفس عدد النقاط، كل فريق ليه 60 بونت، لكن الزمالك ليه الافضليه لانه عدد اهدافه اكتر، فهو متصدر مسابقه الدوري وبيراميدز بيحتل المركز الثاني. الحقيقه مستر جروس امس في تدريبات الفريق واضح انه عنده حيره في نص الملعب، يعني جرب اربعه رباعي معين لعبوا جنب بعض، جرب طارق حامد، محمود عبد العزيز، اوباما، احمد سيد زيزو. وبعد كده رجع وغير، طلع محمود عبد العزيز ونزل محمد ابراهيم، بقى طارق حامد، محمد ابراهيم، اوباما، احمد سيد زيزو. طبعا احمد سيد زيزو هيكون هيجربه ناحيه اليمين، هيساعد مع حمدي النقاز اللي هيعود للتشكيل الاساسي، وهنتكلم على اللعيبه اللي هتعود للتشكيل الاساسي. فمن الواضح ان مستر جروس لحد دلوقتي ما حطش ايده على نص الملعب اللي هيشارك في مباراه بيراميدز، لان برده من الواضح ان مستر جروس شايف ان قوه فريق بيراميدز تتمثل في وسط الملعب، فعاوز يدفع بعناصر تقدر تحد من خطورتهم وتتفوق عليهم. طبعا احنا عارفين ان نص ملعب بيراميدز بيضم لعيبه مميزه زي عبد الله السعيد والبرازيلي كينو، ودول طبعا لعيبه عندهم امكانيات عاليه ومهاره كبيره وبيصنعوا اغلبيه اهداف فريق بيراميدز. فمستر جروس بيدرس ان هو يختار رباعي قوي في نص الملعب يقدر يحد من خطوره اللعيبه دي ويتفوق عليهم. عندنا المباراه هتشهد عوده محمود حمدي الودنش والنقاص، الثنائي غاب عن مباراه الاسماعيلي بسبب الايقاف. عندنا برضو مباراه هتشهد عوده كهربا، كهربا كان غاب بسبب اصابته بشد خفيف لكن تعافى وشارك بصوره كويسه جدا في التدريبات وظهر بمستوى طيب. عفوا، وفي الغالب هيكون موجود ان شاء الله في التشكيل الاساسي للفريق. طبعا عندنا خالد بوطيب بيغيب عن هجوم الفريق لانه مصاب في الركبه وهياخد فتره، يعني هيغيب حوالي شهر، فهيدفع مستر جروس بعمر السعيد. الحقيقه عمر عفوا الحقيقه عمر السعيد ادى بصوره كويسه جدا جدا في مباراه الاسماعيلي الاخيره ونجح في احراز هدف وصنع الهدف الثاني اللي سجله اوباما. عندنا برده جنش متالق بصوره كبيره جدا في التدريبات الحقيقه يعني، وبرده في المباريات، وانا شايف ان جنش هيكون عنصر هام جدا في مباراه بيراميدز، لان طبعا احنا لعبنا المباراه اللي فاتت في الدور الاول اللي انتهت بالتعادل الايجابي 3-3 بعماد السيد، وعماد ما كانش موفق بصوره كبيره، لكن جنش في الفتره الاخيره مستواه عالي جدا، وانا شايف انه هيفرق مع الزمالك في مباراه بيراميدز، لان طبعا بيراميدز اخر مباراه ليه كانت امام الاهلي، الاهلي تفوق عليه بصوره كبيره الحقيقه واهدر فرص محققه، لكن تالق احمد الشناوي اللي نجح في التصدي الاكثر من فرصه خطره، خاصه الفرص اللي خاصه بالانجولي جيراردو ووليد ازارو، ساهمت ان فريق بيراميدز خد الثلاثه بونت. طبعا محمد الشناوي حارس الاهلي مستواه متذبذب، ما قدمش اي مستوى في المباراه دي، وانا طبعا شايف ان هو برده يتحمل الهدف اللي دخل مرماه بصوره كبيره. فالاهلي لو كان مع حارس متميز اعتقد ما كانش خسر المباراه، فانا شايف ان الزمالك مع حارس متميز وحارس كبير محمود جنش، وشايف ان شاء الله هيكون له دور كبير جدا في المباراه، والزمالك هيفوز ان شاء الله بالمباراه وياخد 3 بونت وينفرد بالصداره بقى ما يكونش حد ايه متساوي معاه. طبعا فوز الزمالك على بيراميدز ده هيساهم بصوره كبيره جدا في الفوز بالدوري، لان بيراميدز من الفرق المنافسه والفرق القويه، فطبعا الزمالك لما يتفوق عليه وياخد الثلاثه بونت هيبقى كده يعني نجح انه يبعد منافس قوي بينافس معه على البطوله، ويبقى فاضل له مباراه الاهلي وكم مباراه كده مع دجله والجونه يعني ومباريات اخرى. لا طبعا كلها يعني طبعا مباراه الاهلي دي مباراه قويه زي مباراه بيراميدز، ان شاء الله طبعا الزمالك يكون تفوق في بقيه المباريات، ولما يجي وقت مباراه الاهلي ان شاء الله برضو الزمالك يسعد جماهيره ويحقق المكسب فيها. عندنا الزمالك بصوره شفويه كده طلب تاجيل مباراه الانتاج الحربي، مباراه الانتاج الحربي هتقام يوم 1 مايو في الاسبوع 31 من الدوري.
الزمالك طلب تأجيلها. طب طلب تأجيلها ليه؟ لأن الفريق عنده مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من البطولة الكونفدرالية يوم 28، وعنده مباراة العودة هتكون خارج مصر يوم 5 مايو. طبعا الزمالك هيقابل الفريق الفايز من النجم الساحلي أو الهلال السوداني، والمباراة الأولى اتلعبت في تونس وانتهت 3-1 للنجم الساحلي. المباراة الثانية هتتلعب هنا في مصر يوم الاثنين بعد بكره عشان الاحداث السياسيه اللي موجوده في السودان. طبعا بنسبه كبيره هيكون الفايز النجم الساحلي، لانه طبعا بيمر بمرحله فنيه عاليه جدا، فاز بالبطوله العربيه. انا اتفرجت على المباراه في الاعاده يعني، لان هي كانت في وقت مباراه الزمالك والاسماعيلي. فرقه قويه جدا، خطوطها جامده جدا، عندها حارس متميز، ففي الارجح هتتفوق على الهلال السوداني، وممكن تكون هي طرف مباراه الدور قبل النهائي. المهم الزمالك طلب يأجل مباراه الانتاج الحربي، لكن اتحاد الكوره بصوره شفويه برضه رفض، وقال المباراه هتبقى في موعدها مفيش تاجيل. فطبعا كده الزمالك هيلاعب الطرف اللي هيقابله يعني في مباراه الدور قبل النهائي يوم 28 في ملعب برج العرب بحضور جماهير، وان شاء الله يكون جماهير كتيره يعني. وبعد كده هيلاعب الانتاج الحربي، وبعد كده هيسافر سواء بقى لتونس او يجي الهلال هنا يلعبه في مصر، لان زي ما قلنا مفيش مباراه دلوقتي في السودان بسبب الاحداث السياسيه في مباراه العوده اللي هتقام يوم 5 مايو. طبعا بنتمنى فوز الزمالك ان شاء الله والتاهل للدور النهائي من بطوله الكونفدراليه والفوز كمان بالبطوله. وعشاق متابعين قناه الاعلام الكبير استاذ عبد الناصر زيدان وقناه كره بلدنا، اتمنى لكم اوقات طيبه. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.